فايل هختار فيو ايمج فايل. من هنا كده هختار الصورة بتاعتي علشان هي دي صورة اللي انا عايز اوصل لها بصورة سريعة. اوكي احط الصورة قدامي هنا عشان ابقى شغال عليها على طول. من الواضح ان ده فسلي، ده عبارة عن دور واحد موجود عندي، فغالبا هيبقى 3 متر واخره هنا يعني ده هيوصل 4 متر. ففي مخيلتي كده لو احنا بنتكلم ان ده 4 متر فهيبقى نقول مثلا هنقول ان ده 8 متر عرض كده، هو مش باين منه غير جزء بسيط، بس انا هعمله 8 متر علشان ابقى يبقى ريزنبل معايا. والفتحة دي واضح كده انها متر، لان يعني لو احنا قلنا عرض البني ادم 60 سنتي فهي هتبقى صغيرة يا دوب متر بعد الست دي كده يمين وشمال. ف مبدئيا دي النسب اللي انا متخيلها للشيب، ان انا عندي بوكس هقول ان هو البوكس دوت ارتفاعه بالنسبة لي 4 متر، وهو مثلا هنا 0.25 ده العرض بتاع البوكس اللي موجود عندي. وبعدين هاخد كنترول في كابي منه وهتحرك بيه في الاكس. لو فتحت الاوفست كده هقول له ماينس متر. اوكي ماينس متر ماشي. انا هقول له ماينس متر وربع لان انا السمك بتاعي داخل معاه ماينس ماينس متر 25 ماينس متر 25. اوكي هو ده كده الايه الشيب اللي موجود عندي. البوكس ده ممكن طبعا ان انا احط عليه ايدي بولي دايركتلي واسحب البوليجون اللي موجود هنا كده اهو، مش باين معايا تفاصيل بقى تانية هنا موجودة غير ان في زي جزء موجود هنا. همسك الايدجز دي واعمل لها كونكت، اتحرك بيها هنا، وهنمسك الايدجز دي نعمل لها كونكت تاني واتحرك بيه عشان ارتفاع البلكونة اللي موجودة عندي. وارتفاع البلكونة ديت هتطلع يعني لو انا قلت ان انا عندي الايدجز دي وعملت كونكت تاني. اوكي هي مش باين اصلا حاجة تانية. همسك البوليجون ده مع البوليجون ده وتعمل لهم انسات حاجة بسيطة قوي هنا علشان اخد الثيكنس ده واقول له اوكي وبريدج هدخل بيها لجوه. وبعدين ليتر لي هبقى احط الفريم بتاع البلكونة. انا مش هروح اجيب بلوكيت، هتعامل على طول واشتغل من هنا لان اسهل لي ان انا اروح اجيب ريكتانجل باوتو جريد وارسم من هنا كده اهو. ده كده الشيب بتاعي. هروح بعد كده احوله edit sp line edit sp line، وبعدين همسك الشيب ده واعمل outline علشان اخد offset للفريم بتاعي اللي ظاهر هنا. انا هعتبر ان هو مفيش غيره لان هو ده اللي هيظهر في الشات. فهعمل extrude قيمة بسيطة خالص لجوه كده وهدخل بيه ده الفريم بتاع الالوميتال اللي هيكون موجود هنا. وبعدين ممكن بعدين احط بلان بشكل ما هنا كده. طبعا هي في طرق كتير للموديلنج، انا عشان ده شيب بعمله بسرعة فمش محتاج في اكتر من اللي انا بعمله ده. اوكي حابب ان انت بعد كده تحط ده عشان لو ظهر في لو ظهر عندك في الكاميرا بالغلط، بس ما اظنش ان احنا هنحتاج ان احنا نظهره خالص. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هرسم بوكس تاني. البوكس ده هنا هيكون موجود مكمل معايا كده. اوكي هنقول ان الثيكنس بتاعه 0.25 زي أقل شوية. أوكي 0.2 وبعدين هنزل بيه، ممكن طبعا أنزل بالسناب
من هنا كده في الزد لو انا فتحت الاكس كونسترين، فهمسك ده كده واحطه كده بالظبط عشان يبقى موجود عندي هنا. اوكي همسك دول هعملهم جروب. اوكي هما باين ان هما داخلين لجوه شويه، لو بصيتوا على التفصيله هنا اهي داخله لجوه شويه، وفي هنا زي اسمها ايه الفلانجه دي، فهجيب ريكتانجل وهستعمل سناب كده وهجيب من هنا لهنا ده ريكتانجل موجود عندي، وهجيب الوايت فلانج من سويب اختار سويب من هنا كده، هختار ممكن سي شانل لطيف جدا وهقول له خليه جوه في النص جوه هنا، وهبدأ ان انا اعمل ايه نتحكم في المقاس بتاعه احنا عاملينه 0.2 هنزل بيه. اوكي الثيكنس والثيكنس ده وهشيل السموث وهتحرك بيهم هما الاتنين في الاتجاه ده لحد ما يظبطوا هنا. فكده انا جبت الايه الشيب اللي موجود عندي هنا، وبعدين هطلع ارسم بوكس تاني هنا كده. وهرسم بوكس هنا عشان الجزء اللي فوق ده بتاع العش ده. كل اللي انا هعمله في البوكس ده عايزه يبقى أقل من ده شوية، أحوله إيد بوري. يس هعمل تشامفر أوكي، يعني لو حبينا إن احنا نخليه مايل أكتر ممكن إن أنا أقربه من هنا. بيرفكت همسك دول كده اعملهم جروب عشان ما يبوظوش مني وانا شغال، وهرجع بعد كده على الارضية اللي هنا عشان نبدأ ان احنا نشتغل عليها. هاي من البوكس من التوب وهرسم بلي سناب ده البوكس بتاعي هخليها زيرو، وبعدين هطلع او هنزل بيه بماينس بقى ماينس اوكي ماينس بوينت خلينا نقول ماينس بوينت 3 عشان يبقى حاجة زي كده، وبعدين هبدأ من الزيرو هنا ارسم بوينت 15 ده الارتفاع والعرض بتاعه متر 14 وده بوينت 3 مش مستاهلة دي بالنسبة لي. اوكي لو احنا عايزين نعملها بالستير هاجي من التوب واختار كرييت واختار ستيرز ستير ستريت ستير هختار كلوزد واختار من هنا لحد هنا، ممكن ارجع سنة لورا لو احتجت ان انا ارجع سنة لورا. خلينا نمسك دول او ده ونقول له عايز الايدجز دي اعمل لها كونكت عشان يبقى في نهايه بس للشيب. اوكي انا عايز السلم يوصل لحد هنا كده مثلا، فكل اللي انا هعمله اجيب ستريت ستير وبالسناب هختاره من هنا لحد هنا واجيب بعد كده العرض بتاعه هنا وبعدين يطلع لفوق هنزل بيه على الزيرو وابدا ان انا احدد البداية بتاعته.
اوكي ماشي. هاجي هنا واقول له ان انا عايز الاوفر اول هايت بتاعه. هقول له انا عايزه مثلا 2 متر واقفل اللوك ده واقول له ان الواحده 0.15 سلم الواحده 0.15 وبعدين هما كده 13 سلمه. اوكي ممكن اصغرها اصغرهم سنه عشان هما 14 سلمه. ولو انت طبعا محتاج ان انت تتحكم هو باي ديفولت عامل لك العرض بتاع السلمه او الدبث بتاع السلمه 0.2 فانت تقدر ان انت تتحكم فيها لو الويت يعني بتحكم عن طريق اللينث. كل ما تزود اللينث كل ما هتلاقي ان العمق ده ابتدى يزيد معاك. اوكي فانا بالنسبه لي هبقى ساتيفايد كده. ممكن احط عليه ايدر بولي وامسك البوليجون ده اخر واحد واكمله لحد هنا ويبقى هي دي الفتحه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. ممكن طبعا ارجع مرة تانية وبالسوافت لوب كلين سوافت لوب بروح للايدجز واختار من الايدجز هنا edit سوافت لوب. احنا مش ماسكين اصلا ده نمسك ده وليه مش بيشتغل معايا. كأنه بيعمل كونكت. اوكي برضو اي سويفت لوب بيعمل كونكت سريع. اوكي هنا ده الكونكشن بتاع الجزء اللي تحت. طبعا لو انت ايه فوق في الجزء اللي فوق هتحتاج ان انت تبقى بتعمل سويفت لوب برضو تاني عشان تحدد الفتحة اللي فوق هتبقى عاملة ازاي. دول هيتفتحوا اوتوماتيك معاكي. هيتفتحوا اوتوماتيك معاكي. بصي لو ما تفتحوش لو ما تفتحوش في هنا حاجة اسمها شو ريبون. شايف الكيرف دي شو ريبون تلاقيهم موجودين جنب الماتيريال في استماتيك فيو وبعد كده كيرف اديتور هي دي اسمها شو ريبون. ده فتحت معايا حاجة تانية. تفتح ايه بتاع كبيرة كده مش موديفاير. لو انت فاتح ايه فولي هتلاقي الاوبشنز دي اتفتحت اوتوماتيك. لا مش دي ما قلتش تدوسي على الكهرباء اديتور. اني بقى انا قلت لك دوسي على دي بصي شو ريكون دي. أنا عندي سؤال ممكن ادوسها عادي دوسي كده. انا خلصت الايه الجزء بتاع المبنى بتاعي ده بكل بساطة وكل سهولة. هعمله جروب حلو. يعني انا ممكن ارجع تاني بس عشان في شوية نسب. يعني انا ده محتاج ان هو شايف ان هو اكبر من كده شوية. اوكي ممكن اجي اعمل حاجة لطيفة جدا. هاجي من التوب هنا وارسم بوكس من هنا كده. يعني انا بعتبره ان هو شبه التاني. لو احنا خدناه من تحت هنا وقلنا له لو ده نيجاتيف 0.5 فده يبقى زيه نيجاتيف 0.5.
تمام، وبعدين هناخد منه تقريبا ده واصل لحد هنا. هاخد منه كابي، هقفل السناب بس كده، وهاخد منه كابي هنا، وهروح اقول له ايه point one. اوكي لاكس point one point 05. هركب ده هنا وهاخد نسخة منه هركبها الناحية التانية، وهمسكهم هما التلاتة وأركبهم على ده من بره هنا. ليه؟ لأن أنا عايز أحس بالإحساس بتاع الحاجة بتاع الخشب. وهاخد كنترول في كابي تاني، وده برضه هخليه بوينت أو فايف، وهجيبه هنا يركب فوق دول، بس هزود عليه انا عملت 0.05 فخلي ده 2. عملته كده عشان يجيب شكل الماتيريال المحطوط في الشعر. عشان التفصيله الثقيله دي مش هتيجي ماتيريال بالظبط كده. تمام، وبعدين همسك دول، همسك الشكل ده واللي فوق الجزء اللي هنا ده، وهخلي الهايت بتاعه نيجاتيف 0.5 اللي انا عاملها دي هخليها نيجاتيف بوينت 1 او بوينت 05 برضو، نيجاتيف بوينت 05. طب ليه؟ علشان هعمل حاجة سريعا كده، ان انا هحوله ايد البولي، همسك الايدجز دي واقول له انا عايز اعمل كونكت، واحدد عدد الايه التقطيعات اللي موجودة عندي. لا بس هو ده مش هيجي بالماتيريال، او الماتيريال بتاعتها تبقى رخمه قوي او تقيل على اللي انا هعمله. اللي انا هعمله ده اخف، هعمل تشامفر بحيث ان هو يبقى تو ايدجز بالشكل ده، وهقلل المسافه شويه كمان ما بينهم. اوكي، وبعدين لا هقلب، يعني ممكن اعمل ايه، هقلب كده على بوليجونز والت، وهلغي البوليجونز اللي هي ايه في النص دي، يعني الت بلغي سيلكشن من عليها بس. يعني بتحدد على التعليقات. بالظبط، هو الت يعني نيجاتيف صح؟ الت نيجاتيف. وبعدين ممكن اعمل لهم ايه اكسترود، يا اما اكسترود يا اما اعمل لهم ديليت عادي. بس عملت لهم ديليت هما ابتدوا ان هما بقوا ايه elements، كل ده element لوحده. همسك كل البوردرز واعمل لهم كاب بحيث ان هما هو ليه اتفتح من هنا. هو ليه ما كانش بيجيب دم؟ كان بياخد بس الناحية التانية. دول كلهم لازم يكونوا متشالين معايا برضو. دلوقتي انا لما احط عليهم ماتيريال خشب هيبقى المهم بالنسبة لي اني اهتم مش بس بال مش اهتم بالتفاصيل كمان اللي ما بينهم، لا انا اهتم بس بال تفصيلة الخشب من فوق عامله ازاي. تمام، مسحتهم كلهم، وبعد كده مسكت البوردرز كلها تاني وعملت كاب، فالايه فالبوردرز دي كلها اتقفلت. اتقفلت كلها. ممكن كمان اقوم رايح حاطط عليهم يا اما تشامفر موديفاير اسمه تشامفر،
الشامفر بيعمل ايه؟ بص هيجي على الاطراف ويبدا ان هو يعمل لهم تشامفرنج. ممكن ازود السيجمنتس فيه حاجه بسيطه كده، فيبقى انا كده ايه عملت التفصيله بتاعتي بتاعت الخشب. كم ما انا بقولك كم ممكن، بس بالنسبه لي انا اخف واحسن ان انا اعملهم كده، ان هما كده مش هياخدوا مني تايم كبير في الماتيريال. هقعد بقى في الماتيريال اهتم بالتفاصيل الصغيره بتاعت الخشبايه الواحده عامله ازاي. انا عندي سؤال، هو بتاخدها بتاخد الشنفر ده كده وتحطه عليه؟ ايوه بتفهم كده يس yes. كده انا عملت الكتله دي، هعملها جروب اوكي، وبعدين هاخد نسخه منها كوبي وانزل بيها لتحت السنه يعني، هي دي اصغر منها غالبا فمش هنحتاج ان احنا نعمل كل ده. ممكن نopen الجروب ونشيل مثلا من اول هنا كده ايه، اشد مين احط مين، قصدك ان انا ادخل ده تحت ده؟ ممكن طبعا، بس انا يعني بفضلش طالما حاجه ملهاش لازمه نشيلها. ليه اسيب دول؟ ليه يتشال؟ علشان ما يزودلكيش سيجمنتس في الفايل. لو انت قعدتي كل حاجه ما تهتميش بيها بالشكل ده هتلاقي ان هتلاقي ان الفايل تقل على الفاضي، يعني انا مش محتاج كل الحاجات اللي موجوده في الفايل. همسح دول مثلا اوكي، ودول كلهم كده، هروح همسك ده وادوس الت والاي ده واحط عليهم كلهم اد بولي واجيبه هنا اوكي. انا اللي ملاحظه هنا ان الجزء ده في الحتة دي نازل تحت وداخل لجوه. شفتي الاسهل ايه؟ احنا نعملها بالشكل ده كده. بس close نرجع نقفل ده مع ده اوكي. هناخد نسخة تانية copy ننزل نقفل اتس اوكي. كده الموديلنج بتاعي هنا خلص. نجيب plan اوكي. شيل السيجمنتس دي، صغره شويه من هنا واطوله شويه من هنا هزود بس سيجمنتس في البلان اللي موجود ده. حوله ايد بولي جوه ايد بولي. لو نزلنا تحت خالص في paint deformation brush كده pull and push. شايفين ده paint deformation ايد بولي مش احنا خدناها من هنا يا جماعة؟ مش خدنا free form دي لما دول ما خدناهمش؟ لا الجزء بتاع Paint Deformation ماشي. ده عبارة عن براش كده، براش دي لما بتدوس عليها بتعمل بول بتطلع الحاجة ولو دوست Alt بتحفر
كونفرت اد بول الاثنين واحد. يعني ايه بدوس ايه؟ حولت اد بولي وبختار من بين ديفورميشن بوش اند بول. هتلاقي فيه فرشة كده لما بدوس عليها بتبدأ انها تطلع ايه؟ يعني انت دلوقتي كليك بس. كليك طب احنا انا بس عشان اقفل على الحتة دي زيها هي بين ديفورميشن، بس هنا بتديك تديكي يعني لو فتحت السهم ده هتلاقي بين ديفورميشن موجودة هنا اهي، بوش اند بول هي بالظبط، بوش اند بول اللي موجودة دي والفرشة اللي موجودة دي. ديك الاوبشنز مثلا لو انا عايز اكبر في السايز بتاعها هنا بالظبط، كأني بعمل هنا مثلا نويز هيبدأ يديني اضطرابات في الشكل بتاعي كده كأن. ايه؟ يعني ايه متحكم فيه ازاي؟ يعني بوش اند بول بيديني لما بكليك لكايه واحده بيبدا ان هو يديني الايه الارتفاع بتاعي، نويز بيديني احساس بس الحركه. يعني ده نويز. طب هو ده ينفع اعمله احنا كنا خدنا في الماتيريال كنا زودنا ينفع ديسبليسمنت هو ده اللي كان موازن عامل كده هو طلع قوي. هي ديسبليسمنت لا فلور جنريتور روكس انا ديسبليسمنت ولا خدنا فلور جنريتور انا ديسبليسمنت لما هو ايه فلور جنريتور ده بلجن ده ايه بلجن يعني حاجه بتظبط على ده عشان تكون اصلا بالظبط. طيب ركزوا معايا كده، انا بس هاخد ايه شويه حركات هنا كده في البلان ده علشان شويه يسهل عليا وانا بعمل الماتيريالز تبقى باينه لطيفه. خلاص انا كده تقريبا شبه خلصت الموديلنج بتاع السين، كل الباقي بالنسبه لي ان انا اعمل ايه التقفيل بتاعي. هروح من التوب واختار كاميرا في راي فيزيكال وهبدا ان انا احط الكاميرا بتاعتي، هقف هدوس سي هدوس شيفت اف نقفل اللوك ده دلوقتي مش عايزه. هختار من الريندر سيت اب الهايت ده وهزوم ان. دولي كاميرا قولي يعني حاضر اقولك احنا كل حاجة بنعملها فيزيكال. ساعة ما خدنا فيرا احنا بنتكلم ان احنا فيزيكال بس ده في الاول خالص احنا بناخد موديلنج. لو انا السين بتاعي عايزه يبقى اوسع من كده ان انا ايه اللي حصل هنا؟ لا بنعمل حاجه اسمها الفوكال لينس، بظبط شويه في الفوكال لينس بتاع الكاميرا. فلو دخلت على الكاميرا هنا الفوكال لينس ده بس هو انا لو عايز اهرب اللقطه شويه فبلعب فيه انا هقرب. لا انا هاخد بيه الفيرتيكال ده بس انا بصوا كاني بطلت اللقطه شويه علشان اخد نفس الاحساس بتاع اللقطه اللي هو اللي هي محطوطة هنا. انا بس عايز اعمل حاجة كمان، عايز اقفل المبنى ده من هنا، هجيب بوكس كده ينهي لي العلاقة دي. يبين لو حتى السناب هانج هنا كده يعني هو بعيد فمش هيأثر معايا قوي، حط عليهم ماتيريال كلهم واحدة هتبقى
الدنيا معاهم لطيفة. أنا محتاج إني select camera target، اتحرك كده شوية. يعني كل ده كده التلاتة دول خدهم حط عليهم edit body. actually أنا عايز أمسك ال vertex اللي فوق خالص دي، همسك كاميرا تارجت كمان واطلع بيها لفوق، هرجع لورا حبتين. دي لو قلنا ايه سكيلينج، لأ اهو لو عملت سكيلينج هتلاقي النسب دي كلها غلط. همسكهم كلهم، ممكن احط عليهم ايه ده كوري، وامسك الفيرتكس بتاعت الاطراف دي كلها واموف ات. يعني مسابقة كده بقت لطيفة. اوكي هنمسك الواي ده بس نزوده شوية.